الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. أفادت تقارير صحفية بأن السلطات الحكومية في العراق تواصل عمليات الاقتراض الخارجي على الرغم من المشكلات الكبيرة التي تسببت لها للموازنة العامة في ظل الواردات الهائلة التي تتمتع بها البلاد من تصدير النفط. وأوضحت المصادر أن استمرار اللجوء إلى الاقتراض يسهم في رفع معدلات التضخم في البلاد، وهو ما سينعكس سلباً على الشارع العراقي الممتعض أساساً من الأزمات المتعددة التي يعاني منها، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط الذي يشهد تقلبات متواصلة يمكن أن تؤثر على المداخل العامة وتسبب عجزاً متزايداً بالموازنة. كشفت وزارة السياحة التركية أن عدد السياح العراقيين في الذين زاروا تركيا منذ بداية العام الجاري تصدروا قائمة السياح العرب بواقع 987 ألف سائح. ورغم ذلك فإن السياحة العراقية إلى تركيا انخفضت بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقا لوزارة السياحة التركية، مبينة أن عدد السياح العرب في تركيا وصل إلى 4 ملايين سائح، في مقدمتهم العراقيون ثم السعوديون. أعلنت شركة تسويق النفط العراقي سومو أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عدداً لشراء النفط العراقي خلال شهر تشرين الثاني الماضي. وذكرت سومو أن الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، وبواقع 7 شركات من أصل 33 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر تشرين الثاني. وأضافت أن الشركات الهندية جاءت ثانياً بعدد 6 شركات، ومن ثم جاءت الشركات الأمريكية ثالثاً بعدد 4 شركات، وجاءت كوريا الجنوبية رابعاً بعدد 3 شركات، في حين جاءت الشركات اليونانية والإيطالية والإسبانية خامساً بعدد 2 شركات لكل واحدة منهما. حققت السعودية فائضاً في الميزان التجاري لشهر 40 على التوالي بنحو 30 مليار ريال، أي حوالي 8 مليارات دولار، لكنه تراجع بنحو النصف مقارنة مع 60 ملياراً كان قد سجلها خلال نفس الفترة قبل عام. وقالت هيئة الإحصاء السعودية إن الصادرات السعودية السلعية في شهر تشرين الأول تراجعت بنسبة 17% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها 104 مليارات ريال في شهر تشرين الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع 126 مليار ريال في شهر تشرين الأول من عام 2022، وذلك بحسب الهيئة العامة للإحصاء. كشفت تقارير صهيونية أن الحرب على قطاع غزة كلفت الاحتلال حتى الآن 18 مليار دولار وسط ارتفاع عجز الميزانية. وأفادت التقارير بأن أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بذخيرة لسلاح الجو وقذائف مدفعية ومركبات مدرعة وعتاد عسكري وصلت من الولايات المتحدة إلى الأراضي المحتلة. ونقلت وسائل إعلام صهيونية عن مسؤول أمني صهيوني أن جيش الاحتلال يقتصد في استخدام الذخيرة استعداداً لحرب واسعة. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.